العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا وباتت لا ترى حسنا، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا. ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن. لي ذكريات في ربوعهم هن الحياة تألقا وسنا، كم ذا أغالبه ويغلبني دمع إذا كفكفته هتنا. إن الغريب معذب أبدا، إن حل لم ينعم وإن ضعنا. أشوف مصنع كبير هذا الحقيقة، و يعني وأكيد فيه يمكن آلاف العمال الموجودين هنا. نعم،
مصنع كبير والعمال الحقيقة كثيرين، وزي ما تشوف كبر المحل. اي موجود. يبدو لي انه مصنع قديم ايضا. نعم، حسب ما نعرف ان المصنع هذا له اكثر من حوالي 30 سنة. ايها السادة، وفي احدى الولايات، في الولايات المتحدة الامريكية، في احدى المدن، وفي مصنع طائرات F-15، التقينا باحد اخوتنا وهو من المسؤولين عن بعض المبتعثين. نحب ان نتعرف عليه وعن طبيعة المهمة التي يعمل عليها. مساك الله بالخير، نحب ان نتعرف عليك وعن المهمة التي تقوم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الرائد فني علي ناصر سديس من قبل القوات الجوية. مهمتي الإشراف على مبتعث القوات الجوية الذين يتلقون تدريبهم على أحدث ما توصلت إليه الصناعة، الطيران على طائرات F-15 في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة طائرات F-15 أو F-15 يعني اكتسبت شهرة كبيرة جدا، كتب عنها الكثير من حيث تجهيزاتها الإلكترونية، من حيث التكنولوجيا الراقية الموجودة فيها. أبنائنا الذين يتدربون على هذا النوع من الطائرات في مختلف مجالات الطائرة F-15، هل استطاعوا من وجهة نظرك أن ينسجموا أو يكونوا نوع من الألفة مع هذه الطائرة الراقية من حيث التجهيزات؟ نعم، شبابنا ولله الحمد بكل تفوق ومتعامل مع الطائرة بكل اعتزاز. ومن الملاحظ ونحن كمسؤولين لاحظنا تفوق شبابنا مقارنة في الدول الأخرى، تفوق باهر، وقد حصل البعض منهم على درجة شرف، حتى على من تدرب معهم من الأمريكان، وهذا الحقيقة نفتخر فيه ونعتز، كما يفتخر معنا المسؤولين في بلدنا الحبيب. جميل جدا، فعلا هذا أمر يبعث على الفخر. أسألك عن الطائرة F-15، كثيرا ما قرأنا عنها وكثيرا ما سمعنا عنها، ولكن أنت بحكم قربك من أماكن العمل وربما اطلاعك أكثر، لابد أنك تستطيع أن توجز لنا ميزات هذه الطائرة. الحقيقة أن الـ F-15 تعتبر من أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران في العالم، وهي مجهزة ومزودة بأحدث المعدات الإلكترونية التي تؤهلها على أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه وفي كل الظروف موجودة. يعني هل هناك طائرات تتفوق على هذه الطائرة F-15 حسب ظنك؟ لا أعتقد أنه في طائرة موجودة صناعتها الولايات المتحدة إلى الآن تتفوق على F-15 أبداً. طيب رائد علي، الحقيقة ما ودي أن أخذ من وقتك الكثير، أكيد أنت عندك مهمات أخرى الآن. هل ودك أن توجه أي رسالة للأهل في المملكة؟ نحن نذيع هذا البرنامج إن شاء الله في رمضان المبارك وفي أيام العيد المبارك. بهذه المناسبة إذا ودك توجه أي رسالة، هذه الكاميرا معك، أرجو أن تنظر إلى الكاميرا وتوجه الرسالة التي تريد. بهذه المناسبة وفي هذا الشهر الكريم أحب أن أوجه شكري لحكومة مولاي صاحب الجلالة وولي عهده والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران ونائبه، وكذلك وزارة الأعلام وكل المسؤولين الذين ساهموا لإعطائنا الفرصة للتعبير عن ما نكن بأنفسنا لإخواننا في أرض الوطن. وبالمناسبة وفي هذا الشهر حقيقة لي كلمة أحب أن أطلب من شبابنا السعودي الالتحاق في صفوف القوات المسلحة لخدمة الدين والملكي والوطن، وخدمة الوطن تعتبر شرف ومعزة، ونعتبر أن خدمة الدين والملكي والوطن أرقى و
أحسن مستقبل جاهد لكل من يخدم في هذا السلك العسكري. وبهذه المناسبة وفي هذا الشهر الكريم أحب أن أهدي سلامي إلى والدي وأخي وأخواتي وكل الأهل والأصدقاء وجميع شعب المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة، ونتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. مما لا شك فيه أن الالتحاق بهذا السلك هو منتهى الشرف والرجولة، ومرة ثانية نشكركم ونتمنى لكم التوفيق في المهمة. أيها السادة، نحييكم ونشكركم أيضا، ونلتقي إن شاء الله. أيها السادة، وفي مصنع طائرات F-15 التقينا بأحد إخوتنا الذين يتابعون تحصيلهم العالي في مجال الهندسة المتقدمة. نتعرف عليه الآن وعلى الخط الدراسي الذي يتبعه، وهو يعمل الآن على طائرة F-15. مساك الله بالخير. نحب أن نتعرف عليك في الواقع ونعرف الاسم الكامل وما الذي تدرسه إلى آخر هذه المعلومات. الاسم الكامل خالد أحمد مرداد، مبتعث من قبل وزارة الدفاع والطيران القوات الجوية، فمبتعث هنا لأجل دراسة الإلكترونيات. أخ خالد، الحقيقة لو أردت أن تعرف الهندسة الإلكترونية بالنسبة للطائرات، يعني ما الذي تقوله في هذا المجال؟ الإلكترونيات هي عبارة عن تخصص لا بأس به، وفي نوع من التخصصات المتقدمة وهي تخصصات عديدة، منها الرادار والراديو والملاحة الجوية والملاحة الذاتية والقياسات الإلكترونية المضادة. أيضا أود أن تعرف لي القياسات الإلكترونية المضادة ما هي تقريبا، إذا أردنا أن أبسطها بالنسبة للسادة المشاهدين. القياسات الإلكترونية المضادة هي عبارة عن تفيد الطيار في عدة أشياء، وممكن أنه يتحصل على معلومات كثيرة منها. أشوفك الآن تعمل على طائرات، على طائرة F-15 بالنسبة للهندسة الإلكترونية، وفي آلات وأشرطة كثيرة ربما أنا يمكن يعجز علي فهمها. هل صعبة جدا قصة الإلكترونيات بالنسبة لطائرة F-15؟ والله ليس بصعبة، ولكن إنها تحتاج نوع من الدراية ونوع من الوعي التام والاجتهاد في مجال هذا التخصص. طيب أخ خالد، عسى أنك ما أنت ملاقي صعوبات معينة في بالنوعية بالنسبة للدراسة العامة وللتخصص اللي أنت موجود فيه حاليا. ليس هناك أي صعوبة، وإنما تحتاج إلى نوع من التركيز في هذا المجال من التخصص، وإن شاء الله والحمد لله نحن تحصلنا إلى أكبر معلومات، وبإذن الله حنفيد وطننا وبلدنا في هذا المجال. هل الملاحة الجوية اللي تحدثت عنها قبل قليل بالنسبة للطائرات العسكرية تكاد تقترب من الملاحة الجوية في الطائرات المدنية؟ هناك في نوع من الاختلاف، ولكن ليس بالصعب، وإنما الطائرات المدنية فيها نوع من الاختلاف، والطائرات العسكرية تحتاج إلى نوع أكثر من الاختلافات الموجودة في الطائرات المدنية. طيب أخ خالد، الحقيقة ما ودي أخذ من وقتك، أنت الآن منهمك في العمل على الطائرة F-15، إذا كان ودك تقول أي رسالة للأهل في المملكة، هذه كاميرا التلفزيون السعودي معك، تستطيع أن تنظر إليها وتوجه الرسالة التي تريد هناك. نعم. إني أوجه تحياتي وسلامي إلى جميع الأهل والأصدقاء، وأوجه تحياتي إلى كل زميل موجود هناك، وإن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين، ونرجع إلى وطننا الغالي لإداء الرسالة. وإنني بدوري أشكر وزارة الإعلام إلى ما قاموا به
في هذا المجال. لا العفو، هذا نوع من الواجب. نتمنى لك التوفيق يا خالد، وأن تعود إلينا إن شاء الله وأنت مزود بالعلم والخبرة. شكرا لك وأتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. أيها السادة، شكرا لكم أيضا، ونلتقي إن شاء الله. I'm
وفي مدينة هيوستن في ولاية تكساس في الولايات المتحدة التقينا بأحد أبنائنا وأخوتنا الذين يتابعون دراستهم في مجال من المجالات، يساعدنا أن نتعرف عليه ونتحدث في الموضوع. مساك الله بخير. مساك بخير. حياكم الله. خالد بن سعد بن خالد، تخصص إدارة أعمال، مبتعث على حساب وزارة التعليم العالي في المرحلة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بالنسبة لإدارة الأعمال، لماذا اخترتم هذا المجال بالذات؟ والله هذه كان رغبة. نعم. في أني أكون إداري أكثر مما أكون شيء ثاني. نعم. في مجال التخصص، في تخصصي هذا اللي هو إدارة أعمال. في الحقيقة لما اخترت البعثة قررت أن أخذ إدارة أعمال، تكون أفضل من غيرها بالنسبة. نعم. لي. هل هناك ميزة معينة في دراسة إدارة الأعمال مثلا في ولاية تكساس عن غيرها من الولايات، أو أنه فقط يعني جاء الاختيار عبر المصادفة أو اخترتوها بالذات؟ جاء الاختيار عبر المصادفة. أني جيت هيوستن على أساس أدرس برنامج لغة، فلما خلصت برنامج اللغة ارتحت في البلد. نعم. هنا وقررت أن أكمل دراستي هنا، دخلت في كلية نظام سنتين وبعدين تحولت إلى جامعة جامعة سانت توماس هنا، فإن شاء الله على نهاية تقريبا بإذن الله. على النهاية. هل هناك صعوبات معينة في دراسة إدارة الأعمال تجدها من الممكن أن نتحدث عنها ليستفيد منها من يريد أن ينهج هذا الخط الدراسي المعين؟ والله يعتمد على مجال التخصص في الإدارة، لأن فيه إدارة أعمال وإدارة اتصالات، ويعتمد على المجال يرغبه الشخص في دراسته. نعم. إذا كان يرغب بإدارة أعمال ولا إدارة ثانية. نعم. في الصعوبة بواجهها طالب أو الشخص اللي بجاي يدرس هنا من ناحية اللغة في البداية. نعم. كمبتدئ حتى في أول مرحلة الدراسة في الجامعة حيواجه صعوبة من ناحية اللغة. نعم. بس بعد فترة تنتهي، مجرد مرحلة قصيرة وتنتهي. نعم. من ناحية اللغة. في الواقع بالنسبة لإدارة الأعمال
يلح علي سؤال، انه في كثير كما تعلمون من رجالات المال والاقتصاد والاعمال عندنا في المملكه ربما ما مارسوا اي نوع من انواع الدراسه الاكاديميه، ومع ذلك نجحوا جدا في تكوين رؤوس اموال وفي تكوين شركات محترمه وفي تكوين سمعه طيبه في مجال التجاره واداره الاعمال. الى ماذا تعزو هذا الموضوع؟ وهل بالامكان الان أن يقلل من الاعتماد على الدراسة إذا كان الموضوع فطري بحت وموهبة بحتة؟ والله من ناحية بعض الرجالات اللي كونوا أنفسهم عن طريق الخبرة، هذه مجرد مرحلة بدأوا فيها كمبتدئين، بعد فترة يستفيد منه من خبرته في هذا الشيء. فأنا في رأيي أن الخبرة لها صفة معينة والدراسة لها صفة معينة، بس في رأيي أن الخبرة تكون أفضل من الدراسة. في مجال التجارة. نعم. لما الواحد يبدأ من سن صغير أو سن مبكر في، في هذا المجال، في هذا المجال يستفيد من حاجات تمر عليه، حاجات ما يأخذها في المدرسة ولا الجامعة اللي يدرس فيها ولا أيا كان يعني. نعم. فرأيي إن الخبرة يكون أفضل من الدراسة من ناحية التجارة. نعم. في نفس الوقت في الدراسة طبعا لها تأثير في مجال التجارة. ناحية حاجات تعلمها دراسيا حتى تفيده في مجال عمله. في مجال عمله. ما أدري طال عمرك، هل كما قيل لنا أنه هذه الأيام اختبارات يبدو عنه؟ نعم اختبارات. إحنا أخذنا الحقيقة من وقتكم ووقت الزملاء اللي أخذونا أجرينا معهم بعض اللقاءات الكثير، لذلك ما أود أني أطيل عليكم في هذا، لكن إذا أردتم أن ترسلوا أي رسالة عبر التلفزيون للأهل في المملكة وللأصدقاء ولكل من تودون، أرجو أن تنظروا إلى الكاميرا وتوجهوا أي رسالة ترغبون فيها. أولاً أحب أشكر وزارة الإعلام أن اتاحت الفرصة هذه لنا كطلاب في أمريكا، وتعرف الغربة. نعم. وثانياً أحب أرسل رسالتي عبر التلفزيون إلى جميع الأهل والأصدقاء في جميع أنحاء المملكة وللشعب السعودي الكريم. تحت قيادتنا الرشيدة. شكرا جزيلا. شكرا أخ ماجد. شكرا. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الدراسة وأن تنتهوا منها سريعا لتعودوا إلى المملكة. شكرا لكم. شكرا. شكرا. أيها السادة شكرا لكم أيضا، ونلتقي إن شاء الله. أيها السادة، وفي ولاية أيداهو التقينا باثنين من أبنائنا الطلبة الذين يتابعون دراستهم العالية في جامعاتها، نلتقي بهم الآن ونتحدث في موضوع دراستهم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. نحب الأسماء الكاملة والمرحلة الدراسية وين وصلتوا إلى آخر هذه المعلومات. جميل محمد السلفي، أدرس أحضر دراسة الماجستير في العمارة، وتقريبا إن شاء الله بقي علي نصف سنة لأنهي دراستي. مبتعث من أي جهة؟ من جامعة الملك سعود بالرياض. نعم. الأخ إبراهيم علي النعيمي، جامعة أيداهو، أدرس الهندسة المعمارية وهندسة تصميم داخلي. بالإضافة للهندسة المعمارية؟ نعم، سواء اختصاصين في نفس الوقت. نعم. طيب نعود للأخ جميل الآن وأسألك، لو ترى أحد سألك لتعريف الهندسة المعمارية ماذا تقول؟ هل هي فرع من الهندسة المدنية؟ هل هي شيء آخر؟ كل ما يختص بالهندسة المعمارية. في الحقيقة الهندسة المعمارية تختلف كثيرا عن الهندسة المدنية. الهندسة المدنية تتعلق بالإنشاء وبعض الحاجات الأخرى مثل إنشاء الطرق وإنشاء السدود والمجاري، هذه فروع كلها تتعلق بفروع الهندسة المدنية. أما بالنسبة للهندسة المعمارية فهي ما تتعلق بتصميم المباني وتخطيط المدن وإنشاء شبكات الطرق وتصميم المباني زي ما ذكرت، وكذلك كل ما يتعلق بناحية الإنشائية بناحية فن وعمارة في نفس الوقت. جميل جدا. بالنسبة للهندسة المعمارية في المكان الذي تدرسه في جامعة أيداهو، هل يعني في تصورك الخاص أنه هذا الفن أو هذا النوع من الدراسة متقدم في هذه الجامعة واستفدت فعلا؟ الحمد لله، يعني الجامعة التي أدرس فيها المستوى الدراسي جيد لله الحمد، وكذلك بالنسبة للستاف الموجود والمدرسين المجدين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال، والحمد لله إن شاء الله استفدت الاستفادة التي أرجوها من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. هل هناك جانب عملي في دراستكم بجانب الجانب النظري؟ الجانب العملي بالنسبة لدراستنا هو حكاية الرسم والرسم المخططات لإعداد هذه المنشآت من مباني ومنشآت أخرى، فهذا هو الجزء الجانب النظري، لكن الآن معظم الجانب الذي نركز عليه هو جانب النظري في الدراسة. كم باقي لك قلت لي؟ باقي إن شاء الله سمستر واحد. أوه. في الخريف القادم إن شاء الله.
إن شاء الله وتحصل على الماجستير بإذن الله تعالى. طيب نعود للأخ الآن وأسألك عن الاختصاص الثاني بجانب الهندسة المعمارية، وش قلت لي اسمه؟ هندسة تصميم داخلي. التصميم اللي أخذ الآن نوعي من التصميم، تصميم طائرات من الداخل للركاب وتصميم مباني داخلية. هل نستطيع أن نقول بأن هذا التصميم الداخلي ممكن أن يطلق عليه بشكل أو بآخر الديكور مثلا؟ لا الديكور هو الديكور، خاصة في أمريكا أي واحد يقدر يأخذ ديكور بدون أي امتحان، بس هندسة تصميم داخلي لازم تكون بروفيشنال مهندس، يعني تأخذ لك من 5 إلى 6 سنوات في الدراسة، فهي تعتبر هندسة متقدمة في خاصة في أمريكا وأوروبا. جميل جدا. لو أردت أن تعرف التصميم الداخلي ما هو؟ التصميم الداخلي هو عبارة عن إيجاد المكان المناسب للإنسان. معظم الإنسان يقضي معظم وقته في البيت، من اختصاصنا أن نعمله بأكبر راحة ممكنة للفرد أو للعائلة، ويختلف باختلاف المناطق. مثلا مناطقنا تختلف من الناحية الإسلامية، فالديكور مثل ما تفضل شرحته هو عبارة عن إيجاد رسومات أو هياكل داخل البيت. بس هندسة الديكور هو ما أبقى أقولها بالإنجليزي، هندسة مساحات، إيجاد المكان المناسب للشخص المناسب أو للعائلة. يعني نستطيع، هل هو يختلف ولا جزء من الهندسة المعمارية التصميم الداخلي؟ هو يعتبر جزء من الهندسة المعمارية. جزء من الهندسة المعمارية. طيب الحقيقة أنا ما ودي أخذ منكم وقت كثير، لأنه أنتم في أيام امتحانات الظاهر وعندكم دراسة. إذا أردت أن تقولوا أي شيء بالنسبة للأهل، هذه الكاميرا أمامكم. هذا البرنامج إن شاء الله سيذاع في شهر رمضان المبارك أو في أيام العيد المبارك أيضا. في الحقيقة هذه سلامي إلى جميع أهلي بالمملكة العربية السعودية، وأخص بالذكر والدتي وأخواني وأخواتي بالرياض، كذلك إلى الأهل بمكة المكرمة وجميع الأخوان والأصدقاء هناك، وكل عام أنتم بخير. أهدي تحياتي للأهل جميعا، للوالد والوالدة والإخوان جميعا والأصدقاء محمد جمعة والسفر الشهراني محمد زايد وجميع العائلة. شكرا، حياكم الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الدراسة، وأن تعودوا إلينا مزودين بالخبرة وبالمعلومات الطيبة. أيها السادة نحييكم وشكرا، ونلتقي إن شاء الله. يا ربع العرب نحرك، أشوف أنت يا ولد يا صبي يا لخو، أحسابنا يبا أحسابنا. يا حمود هلا الحق، يا ربع العرب نحرك بالحمل. يضحك على بالي عندك سالفة والله. حرك بالشنل والباسيل، ما عطانا فلوسنا للحين. اي هين يقدر ولا يده يا عندك حمود الطواش قاعد ذيب مقاعد ذيب هني عندك ذيب مقاعد. خير ان شاء الله. خايف على فلوسك؟ هاهم يبا سويت حك هاي فلوسك. نوط ينطح نوط. الله يبشرك بالخير ولا كان شيفكنا من اخوي بودعي. اعرف اي لغوية خلسانة طويلة. شنو هذول؟ هذا عشان اللي عطوني اياها. لا يبا حسابنا حنا 30، هذا حساب الكندل بس. حساب الباسشيل وينه؟ اشتراني حتى انا هاللي عطوني اشتراني هذا الكندل ولا الباسشيل. قم 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 اركض ورا راعي العرب انا خلع. يعني نبي منهم بعد 10 ابيات. ايبا 10 ابيات. يلا بارك الله فيك، يلا الحق عليه. اوقف يا صبي يا ولد مرعوب انت عز. تعال تعال بسم الله الرحمن الرحيم. خير صاير؟ الحق طق المحواش نصول بهيته، اخاف حمود ما يلحق على راعي العربانه، يجيب لنا باقي الفلوس. عمي شو فلوسه؟ الفلوس الباسيل يا الاذول. اخذهم عم حمود؟ حمود اخذ بس 20، باقي 10. لا عمي اخذ 3 نواط ومات 10 قدامي. شنو؟ 3 نواط؟ اي وحط نوط ب10 مخبات الداخليه، بس لا تقول له ترى يذبحني من الطق. انت متاكد يا مرعوب؟ بعيوني وصلاة اموي. زين روح مكانك، لا تعلم احد. 3 نواط. يا الله ما الله يكرم. فتح الباب ومبقنا، فتح الباب ومبقنا. الله يعطيك الله يعطيك. يا الله ما الله يكرم. بمشاري عنده زكاة مزكي اليوم، روح له. بشر يا حمود عسى لحقت عليهم. ما لحقت مرعوب، عطنا ماي. سريع سريع الملعوب. بس وين يروح؟ وين يروح مني؟ مثبته زين انا. وين يروح مني؟ لا اليوم مو خشوم. الله يستر من باجية. انا من رايي يا عيسى
ان نعزل اليوم. اي والله لا اليوم مشوم واليوم مشوم. اقول تقول انت ما لحقت عليهم ها؟ لا انت متاكد بس عطوك 20 ربيه؟ عيسى ايش تبي تقول والله؟ بايج انا؟ لا ما ادري عنك. محشوم محشوم ادري عنك. بس مرعوب شافك انه معطينك ثلاث انواط. مرعوب شايفني انه معطيني ثلاث انواط؟ اي نعم. عيسى ينيت انت. هذا مرعوب يقول. الحين خبعت هذا حلالي انا مثل ما لي لكم، وهذا شريك وياكم. صحيح. هذا شريكي، بعد هذا شريكي منهم، والله نسيبه منه وفيني. بعد واحد يبوك انسباه هذا على دوني، هذا اللي يطول لي عمرك يا عيسى. يعني يكذب هو؟ الخبل هذا تصدق الخبل وتكذب اخوك؟ ما ادري هو يقول. افا عليك بس، افا عليك بس. عيب عيب. لا لا كبيرة. وانت يا تبن تعال تعال. والله متى شفتني انا بايق من اخر 10 انواط منهم؟ انا ما شفت ثلاث انواط. عيالي شفت. عم عيسى ما عرف السالفه. ايش انا شفتهم هم ياخذون منك ثلاث انواط. قولي كان يردون ياخذون منك نوط. قولي كان يردون يعطون ثلاث انواط وياخذون منك نوطين. قولي وبس. وبس هل شفت؟ اي لا بدك تعال. تمت. صل على النبي بحث الخبر. قول لك لا تقول لا تقني. كم من زلمه هذاك؟ وخرت يا مجنون. اخ منك يلا. اللي يقول الصج يطقونه. عفسنا الله يلعن انت وياه. لا ذبحتونا. خيرك. ليه؟ مو كذي؟ كل مره كذي، كل مره. صل على النبي، صل على النبي بس الله يهداك. صل على النبي يا حمود، حط حرك على هالمدسين هذا. ما ادري عنك، انت اللي قاعد تصدقه وتكذبني انا. يا ابن الحلال الله يهداك، طلع العشر ربيات يمكن ناسيهم. ام اخباتك هذه ولا ام اخباتك هذه؟ انا ساعات اروح البيت اطالع ولا مخابي ترسم انواط، امين جبتهم ما ادري، ارد ثاني يوم اردهم. والله عاد انت تسويها يا عيسى، لكن انا شايف خير مو مثلك. دور دور دور. انا ما اسويها. دور انت. بعد اخو حلال، الواحد يبوك حلاله يبوك نفسه بنفسه، هاي مثل الصخره اللي ترضع روحها. ترى ابو خير محمد. ما اني مقبوله من تبوني يا حمود. يا حمود. صبحك الله بالخير عنك. صبحك الله بالخير. روح لاختك بلقيس تبيك في البيت، روح لها. عسى ما فيها شيء. ما فيها شيء، ما فيها الا العافيه. عسى مو متخانقين بس. روح لها روح لها روح لها تبيك. حمد ما فيها شيء لاحق عليك. روح لها. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير عيسى. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. كيف اصبح؟ خير. صبحك الله بالخير. خير. ما تروح حق اختك؟ صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. كيف اصبحت؟ الحمد لله بخير. لا انا بغيتك تكلمك راس. تبيني انا صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. كيف اصبحت بس؟ تبيني انا في المدرسه والله. ايش عندك؟ مو يضيع بيني وبينك. خير ان شاء الله. محظوظه ناس قرب. خلنا يوخرون شوي. واخر يا عيسى خلنا نطالع ايش عندك. زين ترخص انا. ايش عندك؟ خير ان شاء الله. ايش عندك؟ امس شنو امس؟ امس شنو؟ اي. ايوه بس اسالك على سؤال جواب. امس الاربعاء. واول امس. أمس الثلاثة وباجر الحلو. ها أي باجر الجمعة. تاريخ شنو بشهر اليوم؟ 14. صدقك عرفت الله يطول عمرك. يا كثر ما تنسى، يا كثر ما تنسى يا أبو دعي. إيه بكلك نساي من أخوك. إيش عندك؟ عندنا لك الخير. عندنا اللي يسرك يا الحبيب. الحقيقة أنا البارح مريت على ملا حسن. إيه ملا أنا ما غير. إيه عرفت. سلم عليك وايد وايد سلم علي. قال ابو دعي من زمان ما شفناه. قلت له والله ابو دعي مشغول. قال عيال سلم عليه وعندي له خوش بشاره. ايه عنده يقول اخذ له العشب هذا، عشب جايبينه له من لاهور، عشب اسمه نعناع اليبل. نعناع اليبل. نعناع اليبل. اسمعني وكم من كلامي وثبت اللي اقول. زين يقول هذا سلمك الله كد مره سواه حق واحد افغاني، تاجر افغاني هم مثلك ما عنده عيال. نعناع اليبل هذا. نعم. ها نعم. يحلف الريال. يقول عقب ما اخذ من هالعشب الريال الحين من كثر العيال اللي عنده مو لاقي لهم اسامي. عجيب. اي نعم. حتى اخر واحد مصير كلش سما نعناع اليبل على هالعشب. على هالعشب. الريال ينادون الحين بو نعناع. عجيب. اي نعم. ريحته طيبة بعد. اي لا لا خوش ريحة. زين هذا شو اسوي فيه؟ اكله؟ لا تاكله مستعجل حلك. شو اسوي فيه؟ لا 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 سوي شاي. ها؟ لا لا جايك انا جايك بالحج. لا تستعجل لا تستعجل. زين ادري من حربه بقلبك تبع عيال. ادري ادري تبع عيال. شوف ابوي يقول لك يجيب لك قوطي خمام
قوطي. نعم. ويجمع خمام من 7 بيوت ما عندهم بها. أمره سهل، هذا مرعوب. قاعد نعطيه تنكه خليه يجمع من 10 بيوت. لا، يقول هو بنفسه لازم يتفسر ويدور الخمام بيدينه يخم الخمام. أهلي؟ أنت تخم الخمام بنفسك بيدينك. ما يخالف نروح بالليل ونخم. خش. أمره سهل. أنت بس لو تسمع الحكي شوي، كان من زمان عندك عيال. هذا بعد شنو؟ هذا منقار هد يتيم. منقار هد يتيم؟ اي نعم. شو اسوي فيه بعد هذا؟ تبخر فيه ولا وين حطه؟ شو اسوي فيه؟ تكلفت الهم وبتاكل وشوين بتحطه؟ مستحيل على الحط انت. هذا مو ملحط يبا، هذا ملغج. هذا يقول لك اخذه وغجه. غجه؟ تغجه بمخدة زوجتك يوم الخميس ليلة يمعة مع أذان ديج حول. أقدش هذا مخدة زوجتك في ليلة يمعة. أي مع أذان ديج حول. ديج حول بتعب على ديج الحول. عمره سهل. أي سهل، دي لك ديج وقز عين. ما يخاف، عمره سهل. هذا عرف. أنت الحين الخمام وينه؟ الخمام مكود عندي. ومنقارك؟ قدامي، ومنقاري مقتوش بمخدة زوجتي. أحسنت. عرفنا. عرفت. هذه خلاص. إيه هذا بعد. هذا بعد شنو؟ هذا تشبود نمل وبيض يعبو وعيون حيايا. شو يسوي فيه بعد هذا؟ هذا مخلوطين يمير. تاخذ تكحل عينك اليمنى وعين زوجتك اليسرى قبل النوم. عين وعين. إذا هي يسرى أنت اليمنى. أي. عرفت ابوي قبل النوم. وشوف العيال، ان ما صار فيك مثل ما صار في هذا الافغاني انا اغير اسمي. انا من باكر ماني حمود. اي نعم. ايش قلت؟ ايش تقول في هالدواء هذا؟ اقول انا قوم 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 شيل قشك قوم. أفا. قوم زي قوم شيل قشك قوم. مليت انا، مليت منك ومن سوالف اختك. كل يوم جايبين لي ملا شكل، مره ملا بلال ومره ملا عنبر ومره ملا ابكار. وكلتوني عشب ووكلتوني تبن. انا الحين حتى لو بيني عيال اكيد بيني ولدي بنبع. تيس بيني ما. أيها السادة، وفي نادي الطلبة السعوديين في توسان أريزونا التقينا باثنين من أبنائنا وأخوتنا الطلبة هناك في ذلك النادي، وهما يشرفان أيضا على النادي. يسعدنا أن نتعرف عليهما ونتحدث إليهما. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. حقيقة ودنا نتعرف عليكم في البداية، الاسم وأنواع الدراسة الآن واللي تمارسونه، وبعدين نتحدث عن النادي ودوره في بالنسبة للطلاب السعوديين إن شاء الله. طبعا. محمد حسين مصلح النجراني، أحضر للدراسات العليا في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، وتبقى علي سمستران أو بالأحرى فترتان دراسيتان. نعم. ثم إن شاء الله أبدأ في رسالة الدكتوراه. نعم. في نفس التخصص. نعم. سعد عبد الكريم الفرج، موظف في وزارة المعارف ومبتعث لدراسة البكالوريوس في التعليم. في التعليم، نعم. طيب الحقيقة ودنا نتحدث الآن عن النادي، ونتحدث عن عدد الطلبة الموجودين في توسان أريزونا، دور النادي في جمعهم وخدمة الطلبة السعوديين وكل ما يقوم به النادي. في الواقع في مدينة توسان ما يربو على 350 طالب وطالبة سعوديين. هناك جامعة وكلية ومعهد للغة. طبعا الحكومة دائما تحرص لإنشاء أندية ثقافية واجتماعية في الأماكن التي يحصل مثل هذا التجمع فيها. وأعتقد أن فكرة الأندية فكرة رائعة جدا. ما في شك. ما الذي يقوم فيه النادي بالنسبة من خدمات للطلبة السعوديين؟ النادي
من ضمن الخدمات التي يقوم بها استقبال الطلبة حين وصولهم. تعرف الطالب السعودي عندما يأتي من الوطن يكون يمر بحالة الواقع يكون ما معارف يعني. يواجه مشاكل كثيرة. يمر بحالة مثلا اضطرابات مجتمع جديد وفراق الأهل وما شابه ذلك. فالنادي يقوم بعمل اللازم لتهيئته لجوه الدراسي وتعريفه على إخوانه الطلبة الموجودين هنا. هذا من ضمن واحد بالأحرى من النشاطات. هناك النشاطات الثقافية الاجتماعية الرياضية التي من خلالها نطمح إلى شرح تراثنا وتقاليدنا وعرضها على المجتمع الأمريكي وكافة الجاليات. عندكم الأدوات التي تهيئ لكم مثل هذا النشاط مثل نشرات إعلامية مثل صحف مثل كل ما يساعدكم على إبراز صورة المملكة بالصورة الجيدة بالنسبة لمن يطلبون مثل هذه المعلومات عن المملكة؟ في الحقيقة أرجو أن يشارك الأخ سعد في الجواب على السؤال هذا. والله الواقع أنه يتركز نشاط النادي بالذات فعلا على الحماس والمقدرة عند الطلبة بالعمل من أجل إخوانهم الطلبة الآخرين. وكإدارة طبعا في 5 أعضاء والأخ محمد يمثل رئيس النادي وأنا أمثل نائب الرئيس. فنتعاون مع بعض بحيث نكون عمل طلابي جماعي قيم سواء يخدم مصلحة الطالب أو يخدم مصلحة الوطن كسعوديين. وأيضا ملحقية أحيانا لا تقصر في أنها تساعدنا في بعض المنشورات كصحف أو أفلام أو كتب عن المملكة العربية السعودية، ونقوم أيضا في من خلالها بنشر الأشياء هذه في الجامعة أو على المستوى الطلابي في توسان أريزونا. على العموم هل بالإمكان إضافة شيء؟ طبعا هناك أشياء ولكن أقل مما يكفي. أنت تعرف زي ما ذكرنا سابقا هناك أكثر أو بالأحرى ما يقارب 350 طالب سعودي. وأعتقد أنها عدد ضخم جدا إذا قورنا بالولايات الأخرى. المرجو من المسؤولين في وطننا الطيب الانتباه وتزويدنا بما يمكنهم الحقيقة. يعني أعتقد كل أشياء متوفرة جدا هناك. ونحن مستعدون كطرف متعاون للتجاوب معهم دائما و إرسال متطلباتنا، وأرجو أنهم أن يكون رد فعلهم سريع جداً. نعم الله. تقول بأنه مثلاً هنا في عدد من الطلاب السعوديين كثير والنادي يقوم أيضاً بخدمتهم. هل تذكر لي بعض النوادي الأخرى الموجودة في ولايات أخرى؟ وهل أنتم على اتصال فيهم مثلاً أو تنسيق معهم نوادي؟ في الحقيقة أقدر أعتبر نادي الطلبة السعوديين بمدينة توسان والآن أصبح يشمل ولاية أريزونا بما في ذلك مدينة فلاغستاف والعاصمة فينيكس، يعتبر من ناحية الإنشاء والتأسيس النادي الثاني بعد نادي الطلبة السعوديين في لوس أنجلوس. نحن الآن نطمح إلى إيجاد منافسة أخوية وشريفة بحيث أننا نكون مثلا متفوقين في بعض الأشياء أو بعض النشاطات. هناك أيضا أندية في ساكرامنتو بكاليفورنيا، في سان دياغو بكاليفورنيا، في جورجيا، في الحقيقة هناك في أوريغون أيضا، في واشنطن دي سي، هناك عدة، في كانساس أيضا هناك عدة أندية حديثة. ممكن تذكر لي آخر نشاط كان في النادي؟ الحقيقة قام النادي بعمل حفل كبير جدا حضره ما يربو على 550 مدعو بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلابنا السعوديين ما بين دكتوراه وماجستير وبكالوريوس بأنواعها. طبعا قدمنا فيها مختلف النشاطات، من كان في فيلم عن السعودية عرضناه، كانت فيها الرزفة السامري العرضة، وكان طبعا هناك فيها فقرات ثقافية مختلفة. الحقيقة كان حفل طيب جدا حاز على الإعجاب. قبل ذلك بثلاثة أيام عملنا معرض فني سعودي، الحقيقة أقدر أقول أنه كان الأول من نوعه في مستوى الأندية، قد شمل أشياء نفس السعوديين أو بالأحرى الجيل الجديد نفسه ما يعرف عنها أي شيء إطلاقاً. يعني حفل فن بمعنى إيش؟ رسوم؟ رسوم، أدوات مثلاً استعملت من قبل أجدادنا، يعني ركزنا على التراث أكثر من غيره. يعني
لا حاولنا أن لا نعطي المجتمع الأمريكي صورة أن السعودية فقط هناك بترول، بل هناك قيم، هناك تراث، هناك تقاليد، واستطعنا عرضها. طبعا كان المعرض ناجح جدا، حضر فيه التلفزيون قنالين أمريكيتين اللي هي 13 و4 أجروا مقابلة CBS CBS و NBC. جميل جدا. حقيقة ما بدنا نأخذ منكم أكثر من هذا بالنسبة للوقت، إن شاء الله كل مطالبكم المحققة بالنسبة لنادي الطلبة السعوديين في أريزونا وكل نوادي الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة تدعم إن شاء الله من قبل إن شاء الله. إن شاء الله لما تؤديه من خدمات بالنسبة للطلبة وللسمعة العامة وإظهار وجه المملكة الناصرة في ميدان القيم والتراث. بالمناسبة أريدكم تقولوا أي شيء للأهل، هذه الكاميرا أمامكم تستطيعون أن تنظروا إليها وتوجهوا الرسالة اللي تريدون للأهل في المملكة والأصدقاء. فالحقيقة أحب أن أقول أنني مشتاق جدا بكل ما تعني الكلمة. نعم. وطن، أهل، أصدقاء، قيم، شامل الاشتياق. نعم. أنتهز هذه الفرصة وأهنئ الشعب السعودي قيادة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك وبعده العيد إن شاء الله، ونرجو من الله العلي القدير أن يساعدنا وأن يسهل العقبات بحيث يمكن قضاء مثل هالمناسبات الطيبة مع أهلنا. في الواقع ودي أهدي سلامي وتحياتي إلى الوالد والوالدة والأخوان والأخوات بمدينة إبقيق والأصدقاء أيضا وجميع الأقارب بمدينة نجران، وأيضا أشكر الأستاذين الأستاذ ماجد الشبل الأستاذ علي العودان والتلفزيون السعودي لإتاحة هذه الفرصة القيمة جدا. الواقع ما أقدر أضيف على ما قال محمد، يعني لأنه أهدي سلامي فعلا للأهل في الجوف والأصدقاء في الرياض، وأتمنى أنهم يقضوا حياة سعيدة ويكون رمضان عليهم سعيد ويعيد كل سنة بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا للتلفزيون السعودي وشكرا لكم شخصيا يعني. لا مرة أخرى أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأن تتحقق أمالكم وأمال كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن، ونتمنى لكم الازدهار لنادي الطلبة السعوديين في أريزونا. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيها السادة. شكرا لكم أيضا ونلتقي إن شاء الله.